استاذ ابراهيم، يعني خلينا نربط هذا الامر كله بالوضع القائم. ذكرت موضوع جدا مهم حضرتك بالبدايه، ذكرت عن كلام نتنياهو الاخير يلي هو ليل امس يلي عطاه لمؤسستين اعلاميتين فرنسيتين السي نيوز والاوروب ان. قال كلام خطير مثل عادته يعني وعالي اللهجه، مثل انه ما حدا يحلم بوقف اطلاق نار. طيب لشو هيدي الجهود كلها عم تنعمل ومفادين وحركه مكوكيه ودبلوماسيه وتمني وترجي ومؤتمرات، ما حدا يحلم بوقف اطلاق النار. قال كلام مبطن بما يشبه انني لا اقبل بال 1701 على صيغته روحوا بلطوا البحر بهيدا الاطار ايضا. قال انه ما رح اوقف اعمالي الحربيه الا ما اقطع يد ايران وحزب الله من لبنان، وقال انه حزب الله حاول اغتيالي في بموضوع المسيرة قيصريا يلي راحت على بيته، وسنرد على هذا الاغتيال. وكمان عم ينعقد المؤتمر اليوم وكل الحركة المكوكية الدبلوماسية عم تنعمل، ونحن في حالة ترقب لكيف سيكون الرد الإسرائيلي على إيران وكيف إيران ستبادل رد العدوان عليها برد أيضا قد يذهب بالمنطقة إلى مكان آخر يعني. والجميع يحذر من الحرب الكبرى، والوزير الدفاع الفرنسي ذهب أبعد من ذلك وحذر من الحرب الأهلية في لبنان أيضا. هيدي بدي أحكي عنها بعدين لحالة، بس خلينا نروح إلى كل هذا المجهود. مثل ما بيقولوا كبوا نتنياهو بالزبالة. هو سمر في مثل عنا بيقول أنه أنا قبلين وأهلي قبلانين وأهلي قبلانين، بعد في هي توافق. يعني نتنياهو بعد هلا ما عطى بوادر موافقة على مجهود وقف إطلاق النار. بس الكلام اللي عم بيقوله نتنياهو امبارح بالصحيفة بالتصريح للوسائل الإعلام الفرنسية بيدل على انه عم بيحاول يعلي السقف قدر المستطاع. نتنياهو اليوم ما في يعمل قف اطلاق نار بوضعه الداخلي اليوم الا ما يكون حقق على الاقل ما يسميه صوره انتصار. نحن كمان بنروح الهدف الاسرائيلي المعلن للحرب على لبنان اقل سقف كثير من المعلن على قطاع غزه. بغزه في سقف عالي اللي هو القضاء على حماس واستعادة الأسرى. بلبنان في عودة المستوطنين إلى الشمال، إلى المستوطنات الشمالية. هذا بيتم بالانسحاب أو بتطبيق 1701. إيه بيتم، بس نتنياهو يريد أن يستنزف ما استطاع من شروط وأن يفرض ما استطاع من شروط ومن سياسات داخل لبنان قبل ما يعلن وقت اطلاق النار. لأنه نحن إذا بنرجع من يومين الجيش الإسرائيلي حكي أنه خلال أسابيع ستنتهي العملية البرية. يعني ما بيحكوا الاسرائيليين عن بعد نشوف مشاهد نسف القرى الاماميه في الجنوب وتدمير القرى على اقل لعمق 5-6 كيلومتر بشكل كامل وبتدمير كامل، ويحكي الجيش الاسرائيلي عن انتهاء او قرب انتهاء العمليه البريه لاربع اسابيع، بنكون احنا عم نحكي عن سيناريو عنوانه تدمير القدره الهجوميه. فحتى يقدر نتنياهو يقول انه انا بدي ادعي المستوطنين للعوده الى الشمال، لابد ما يطلع يقول انه انا دمرت القدره الهجوميه. وحتى الساعه لا تزال الاشتباكات على بلدات الخط الاول الشريط الحدودي الخط الاول، في بلدات فاتوا عليها الاسرائيليين نعم، بس في بلدات لا تزال الاشتباكات على تخوم الحدود ولم يتجاوزوا بعد بطريقه يقدروا يقولوا نحن دخلنا لهذه البلدات. فكلام نتنياهو بيجي باطار رفع السقف التفاوضي كما كان يحصل بقطاع غزه، يعلي سقف التفاوضي بس ياخذ اللي بده يرجع بيعلي اكثر. يعني عم بيعيد تكرار اليوم سيناريو المفاوضات بقطاع غزه على امل الحكومه اللبنانيه والمفاوضين اللبنانيين يكونوا ترقبوا او شاهدوا واستخلصوا العبر من تفاوض نتنياهو بشان ملف غزه لحتى يتجنبوا الوقوع في الافخاخ التي ينصبها الاسرائيليون.